السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في قناة اذواق وشيوات فاطمة. اليوم جبت لكم وصفة تعتبر كمقبلة، وهي قوالب الماسيدوان او لباركيت بالماسيدوان، لكن انا ما درتش لباركيت، درت ديمول واحدة اخرين. درت هاد ليمون، اختارت هاد ليمون، وهنا كل اخت دير ليمون اللي عندها. كاين اللي عندها هادو تاع لباركيت ديرهم، ولا دير هادو عادي. عندنا 125 غرام تاع الفرينة، عندنا 60 غرام تاع مارغارين تكون طريه، عندنا مغرف صغيره تاع لا موتارد، عندنا ماء بارد باه نلمو العجينه، عندنا ملح، وعندنا فلفل اسود. هنا عندنا مغرف صغيره تاع خميره كيميائيه باه تعطينا خفه للعجينه. هنا الاخت اللي تبغي تضاعف المقادير ضعف، انا مش باه نكثر لانه افراد العائله ما مش بزاف. اول حاجه نديروها، بسم الله، ندير الفرينه وندير هذيك المارغارين ونخدمو مليح هذيك الفرينه مع المارغارين تندمج مليح مع الفرينه كما راني نشوفو. هنا لاموتارد اختياريه، الفلفل الاسود اختياري، انا بغيت نسمها نسم العجينه تاعي. الاخت اللي ما تبغيش ما تفضلش هادو ما ديرهمش. هاكا كيما رانا نشوفو نبسو العجينه تاعنا مليح هنا غادي ندير الملح، ما نكتروش لانه الكميه قليله. نديروا الملح، ندير شويه تاع فلفل اسود، كما قلت لكم باه نكهو العجينه تاعنا. ندير شويه تاع خميره كيميائيه، ما نكتروش لانه ما عندناش المقادير بزاف. وغادي ندير شويه تاع لاموتارد باه تنكه لي العجينه تاعي، ما نكتروش لانه كما قلت لكم مانيش مكثره المقادير. الاخت كي تضاعف المقادير دير هنا عندنا الماء يكون بارد، نديرو بالمغرف فقط زوج مغارف ونشوفو، نلمو العجينه تاعنا ونشوفو الا كسرنا خاصها نزيدو، ما خاصهاش هي تلمت لي. نخدمها مليح باه هذيك لاموتارد وكاع يدخلوا مليح في العناصر كما رانا نشوفوا. هذه العجينه هذه غادي نخليها تريح في الثلاجه حوالي ربع ساعه، من بعد نعاود نرجع لكم. هنا العجينه تاعنا بعد ما ارتاحت كما رانا نشوفوا، هنايا كملاحظه ممكن نديرو فيها معدنوس مقطع رقيق، ممكن نديرو فيها توابل واحدة اخرين. هنا الاخت لها حرية الاختيار، انا درت فيها الخردل او لاموتارد، ودرت فيها الفلفل الاسود، وكل اخت تدير على حساب الذوق تاعها. غادي ندي هاد العجينة نحلها بالحلال عادي، كما قلت لكم عندنا دائما زوج تاع الطرق، يا اما الفونسي وليمو العادي، يا اما نديرو هذه الطريقه كذلك ناجحه وسهله. العجينه تاعنا ما نيبسوهاش، ودائما نستعينو بالفرينه. حلو العجينه تاعنا هكا كما رانا نشوفو. هنا كيما رانا نشوفو حليت العجينه تاعي، نديرها للحلال
بعد ما حلينا العجينه درت لي مول كيما رانا نشوفو، رمدتهم في الفرينه اونكاي للسقولي، ونفرش نغطي كاع لي مول تاوعي بهذه العجينه كيما رانا نشوفو. بهذه الطريقه ندخل يعني غير بشويه، ولا ندير لهم هذه الطريقه هذه كيما رانا نشوفو، ونسعفها غير بالعقل ونمشيها. يعني هو ما يجوش كيما تاع الحلوى كبار هكا، انا غادي نكمل نفرش ليمول تاعي من بعد نعاود نتلاقى بكم. ليمول تاعنا هامونا جاهزين كيما رانا نشوفو. دائما كيما عودتكم ندو البيك ونتقبوها كاع، ولا بالشوكه نتقبوها جيدا باه ما تنتفخناش في الفرن ما تطلعش، وندخلوها الطيب. ندخلو هاد لي ميني طارت هادو، ندخلوهم يطيبوا حتى ياخذوا اللون الذهبي، نخرجوهم. الكميه اللي طيتها لكم يعني دارت ليش دارت لي حوالي 15 حبه، ممكن بالك الا صغرتوا ليمول يجيكم اكثر. انا درت هاد ليمول، وكل اخت دير الليمون اللي عندها. انا غادي نتقبهم وندخلهم للفرن يطيبوا يدوا اللون الذهبي، نخرجهم نخليهم يبردوا، من بعد نتلاقاو ونشوفوا كيفاش نحضروا الماسيدوان تاعنا بطريقه شويه مختلفه. ان شاء الله ربي تعجبكم. كما سبق وقدم قلت لكم حضرنا هادو لي من لي طارتولات هادو باه نديروا فيهم الماسيدوان تاعنا. درتهم وخليتهم بردوا يعني تداو اللون الذهبي، هنا من الافضل نحمروهم لانه باه يعطونا هذيك البنه، ونخلوهم يبردوا جانبا. المقادير اللي نحتاجهم تاع الماسيدوان عادي، غليت هنا الرز وخليته برد، صفيته وخليته يبرد. عندنا شويه تاع المايونيز هنا، هذا السر. انا هنايا في افراد العائله ما ياكلوش بزاف المايونيز، مانيش غادي نكثر بزاف المايونيز، ندير يا ربي مغرف. هنا عندي درا مصبر غسلته وصفيته، عندي حبه تاع البيض، عندي الجلبان، وعندي بطاطا مقطعه مكعبات وزروديه مقطعه مكعبات غليتهم. هنايا عندنا جبن، الجبن هذاك اللي كنت قدمت لكم الفيديو تاعه، هو جبن بمقادير مضبوطه، جبن اللي طالي تصيبوه في لي فيديو تاعي في لاشين، ما فيش المقادير بزاف، نستعمله هنا كبديل للمايونيز للناس اللي ما تفضلش المايونيز. وعندي صلصه تاع الخل، طبيعه الحل صلصه عاديه. اول حاجه غادي نديرها غادي ندي كميه تاع الرز على حساب الافراد اللي عندي افراد العائله، ندو الرز كيما رانا نشوفو كميه تاع الرز. ندي ندير الذره، وندير هنايا الجلبان، غادي نخلي شويه للتزيين عفوا. ندير الجلبان والزروديه والذره كيما رانا نشوفو، نقرب لكم هكا هادو نديروهم. نجيب نقطع الحبه تاع البيض، نقطعها هكا مكعبات هي تاني. هنايا كل اخت تدير التزيين على حساب اللي تبغي هي، انا غادي ندير تزيين بالزيتون وتزيين بالجلبان، حبات تاع الجلبان نزينو بهم. للاخوات اللي ما عندهمش الزيتون يعني ماشي كل يوم يتوفر الزيتون، ونخلط هاد المقادير هكا. ندير لهم الصلصه تاع الخل، هنا غادي ندير شويه تاع فلفل اسود لانه كاع هنا كلشي راني مغلياته بالملح، والصلصه فيها الملح. نضيف ملي نضيف شويه تاع الفلفل الاسود، نخلطوا هذه المقادير هكا باه داك الرز ويشربوا لنا كاع المقادير. ندير مغرف تاع المايونيز ما نكثرش كيما رانا نشوفوا، يعني ماشي مغرف كامله. وندير شويه
تاع هذا الجبن اللي قلت لكم تصيبوه في لي فيديو تفرجوه وتصنعوه. ونخلط كاع هاد المقادير هكا، نخلطوهم كاع حتى يندمجوا العناصر. نخليه يريح، نخلي هاد الخليط يريح حوالي ربع ساعة باه تشرب لي مليح هذيك ال يشرب كاع هذيك المايونيز مع هذاك الفرماج. ونعاودو نتلاقاو ونشوفو الطريقة. شوفو سبق وبديت في حبة الديكور انا اللي عجبني، نديرو في ليمول تاع السيليكون ونعاودو نحطو في لي طارتولات تاوعنا. غادي نعاود معاكم حبة. ديت هاد المول تاع السيليكون تاع نصف كرة، وندير الورق ولا البلاستيك الغذائي نفرشه هكا، ونعمر نعمر هكا الليمون تاوعي هكا، نعطيها هذا الشكل. نحاول انني نسقمها، نستعين دائما بالبلاستيك كما رانا نشوفو. ونجيب الطارتولات تاعي هكا ونحطها هنايا، ونقلب فوقها المول هكا، نحاولوا اننا نسووها. هذا هو الشكل تاعها، تحصلوا على هذا الشكل. انا غادي نكمل من بعد نعاودوا نتلاقاو ونشوفوا نوريكم طريقه التزيين. لقوارب الماسيدوان ولا لي باركيت بالماسيدوان ها هما جاهزين، زينتهم بهذاك الجبن اللي قلت لكم عليه، وزينتها كالي زينته بالحبة تاع الجلبان، كالي زينته بالزيتون. بعد ما نحضروهم نديروهم في الفريجيدير يشدوا رواحهم شويه ونقدموهم. ان شاء الله بربي تعجبكم هذه الوصفه. اللي عجبكم الفيديو ما عليكم غير ديروا لي جيم، تشتركوا في القناه باه يصلكم الجديد، ما تنساوش تخلوا لي كومونتير. والى الملتقى مع فيديو اخر، وصحه فطوركم. في